السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حبيباتي في الله، مرحبا بكم مع أم نبراس. اليوم إن شاء الله كما وعدتكم المرة اللي فاتت أن راح هاد العام إن شاء الله نجيب لكم حوايج جديدة ونتواصلوا في جديد وهو غير جديد. هاد الوردة اللي راهي طوندونس هاد الفترة، هاد الوردة اللي تحمل شيكولا، كاين اللي يحب يدير لها شيكولا اللي تحب أنت باش تزين بها هاد الوردة وتكون تقديمات للعروسة وديكور مليح وشباب للناس اللي يحبوا جديد واللي يحبوا الحاجة جديدة وتكون باهية. هكا راح نوريكم كيفاش تخدموا هاد الوردة واش تقدروا تحطوا فيها واش تقدروا تزينوا بها ان شاء الله. وما نطولش على حبيباتي، يلا نصلوا على رسول الله ونبداو الفيديو مع بعض. اول حاجة واش رايحين نحتاجوا في الفيديو نتاعنا، رايحين نحتاجوا سفيفة عريضة نتاع 4 سنتيمتر. هاد السفيفة العريضة تاع 4 سنتيم تتباع ب20,000 او 25,000. نحتاجوا كبة خيط وإبرة، نحتاج الى مسطره باش نقيسوا بها الاطوال، مقص، ولاعه، و تشيب بيستولي. نحتاج الى الشيكولا اللي نحبو، رافاييلو، فيريرو روشي، اي نوع من انواع الشيكولا راح نوريكم تقدروا تخدموا به. المهم رايحين توصلوا النتيجه اللي حابينها كامل. اول حاجه واش رايحين نديروا، رايحين نقسموا السفيفه نتاعنا هذه الى اطوال. الجزء الاول رايحين نحتاجوا الى 8 قطع من سفيفه، طول كل وحده 10 سنتيم. ثانيا نحتاج الى 6 قطع من سفيفه، طول كل وحده 9 سنتيم. ثالثا نحتاج الى 4 قطع من سفيفه، طول كل وحده 8 سنتيم. هذه طولها 10، 9 و 8 سنتيم. المهم هادو هما الاطوال اللي نحتاجهم، وراح نزيد في كنوع نقسمو فيهم راح نزيد نبين لكم. اول حاجه ناخذ هادوك الثمانيه قطع اللي طول كل وحده فيهم قلت لكم 10 سنتيم، رايحين نديرو لهم نطووها على 2 كيما هكذا، ومن بعد نقصو شويه منا وشويه من الجنب كيما راكم تشوفوا بهذه الطريقه، بحيث نحصلوا على قوس تولي يعني مقوسه من الامام ومن الخلف. نديروا هذوك الثمانيه قطع كامل عفوا، نديروهم كامل بنفس الطريقه كيما راكم تشوفوا هكذا، نطوهم على زوج ونقصوا شويه من الطرف منا شويه من الطرف منا حتى توليكم مقوسه. وكامل نديروا القطع الاخرين كامل نديروهم بنفس الطريقه، هذوك الثمانيه والسته والاربعه كامل نديروهم بنفس الطريقه. من بعدين نحكموا الولاعه يكون اللهب تاعها خفيف، وناخذوا كيما هكا نحرقوا شويه ونقرصوها كيما راكم تشوفوا، راني نقرص هذه من الجهه الفوق. من بعد نروحوا للجهه التحت ونديروا بنفس الطريقه، من بعدين نطووها كيما راكم تشوفوا ونمرروا الولاعه تمريره خفيفه باش تبقى لنا مطويه. نعاود لكم وحده، نديروا اللهب نقرصوا، نديروا اللهب ونقرصوا، نديروا اللهب ونقرصوا هكذا من الفوق ومن الاسفل. ما يهمش الجهه اللي تبريين تاع سفيفه منا ولا منا، ما يهمش في هذه العمليه. اما في عمليه الطي هذيك تاع الفي لازم الجهه اللي تبري تولي لبرا واللي ما تبريش تولي لداخل. نديروا كامل الاطوال بنفس الطريقه. شوفوا ولات عندي المجموعه نتاع ثمانية وحدهم والستة وحدهم والربعة وحدهم، راح نجمعوا دركا، راح نقوموا بعملية الجمع نتاع كل البتلات مع بعضهم. ناخذوا إبرة وخيط تكون طويلة وتكون من نفس لون السيفة اللي درناها، ندخلوها ونعقدوا، ومن بعد رايحين نستفوهم مع بعضهم كيما هكذا، ونديروا وحدة تحتها وحدة. شوفوا كيف راني ندير كيما هكذا، يعني الفيديو راهو يوضح لكم. واحدة تحتها واحدة، ونديرو نفذات داخلة خارجة داخلة خارجة، يعني يولو كي الدرجات كيما راكم تشوفو. كل وين نكمل كي نولي قريب نوصل للنص نحط واحدة تحتها هكذا بهذه الطريقة اللي راكم تشوفو فيها، وبحيث اني نجمع الثمانية مع بعضهم، من بعد نجمع الست بتلات مع بعضهم، ونجمع الاربع بتلات مع بعضهم كامل بنفس هذه الطريقة اللي راكم تشوفوا فيها. واحدة تحت واحدة، واحدة تحت واحدة، ولا اذا درناهم فوق واحدة فوق واحدة، واحدة فوق واحدة، ماشي واحدة تجيكم لتحت واحدة تجيكم الفوق، من بعد في الاخير تخرج لكم الوردة شوية لا علاقة ومش متناسقة وما تعطيكمش النتيجة اللي انتم حابينها. نواصلوا بهذه الطريقة، وهذه البتلة الثامنة الأخيرة. شوفوا نتحصلوا على هذه السلسلة، بعدين نبدو من النقطة اللي رجعنا فيها ودخلوا الإبرة في العقدة باش تضمنوا أنها ما تتسلش الخيط،
ونجبدو كامل، نجبدوها كامل. شتو هذيك الكشكشه نوزعوها، ما نخلوش تكشكيش مشدود في بلاصه واحده. ومن بعد ندي ننفذو نفذه هكذا على البرا هكذا كما راكم تشوفوا، بحيث ان تثبت الورده نتاعنا وما تتفتحش، نضمنوا انها ما تفتحش، ونقطعوا بالمقص ونتحصلوا على الطبقه هذه، ونكملوا جميع البيتيلات كامل بنفس الطريقه، مجموعات تاع البيتيلات بنفس الطريقه، بحيث اننا نتحصلوا على هاد ثلاثه احجام تاع بيتيلات. بعدين ناخذوا البيستولي كما راكم تشوفوا، ونلصق بكل بساطه هكذا نقطه برك من الوسط، ما يعني ما نديروش في الجوانب في كل بلاصه، ولصقوا في هاد الورده. تحبوا ديروا طبقتين كيما تحبوا، تحبوا تنقصوا عدد البيتيلات ايضا نورمال، كيما تحبوا ثاني قلت لكم ديروا زوج طبقات ثاني يجيكم نورمال. انا حبيت نوريكم ثلاث طبقات. اولا تقدروا تجيبوا الشيكولا تاعكم وديروا نقطه من الشيكولا سائله وتثبتوها بها وهي هكا بعد ما تنحوها من الغلاف نتاعها. الطريقه الثانيه اللي رايحه نوريها لكم، انكم تجيبوا هاد لي ناب تاع الكاطو تغلفوا بهم حبه الشيكولا تاعكم، هذا اذا كان عندكم شيكولا من نوع اخر مش تاع فيريرو روشي اللي تجي مغطيه، رايحين تغلفوها بهذه الطريقه. تجيبوا خيط تزيروا عليها هكذا بهذه الطريقه، زيروها مليح مليح بهذه الطريقه. بعدين نقصوا الخيط نتاعنا، نجيبوا نقطه صغيره تاع بيستولي ونرقدوا هذوك الخيوط باش نثبتوا انها ما تفتحناش لهذا، نحذروا ان نلصقوا في الشيكولا البيستولي كلش. بعدين بعد ما تلصق شوفوا كيفاش راهي تغلفت ولات هايله، رايحين نثبتوها. شفتوا هذيك البلاصه الراس اللي فيها الكتان، نثبتوها شويه بالبيستولي تاعنا ونثبتوها على الورده بهاد الطريقه. كذلك فيريرو روشي كذلك لما تجيها هي ومغلفه راح تثبتيها بهذيك الطريقه بنفس هذه الطريقه، وهكا نكونوا تحصلنا على الورده اللي راهي دايره حاله في هاد الفتره. ان شاء الله تكونوا استفدتوا. كما قلت لكم تقدروا ديروا طبقه واحده ولا تقدروا ديروا زوج طبقات، تقدروا تنقصوا عدد البيتيلات يعني كل واحده واختيارها، المهم نقصوا بالتدريج. هذا بالنسبه للفيديو اليوم، ما تنسوش اشتراك في القناه، تفعيل الجرس وضغط اللايك باش يوصلكم كل جديد. نتمنى انكم تتابعوني وتدعموني، ما تنسوش الصلاه على رسول الله والدعاء لي وليكم. دمتم في رعاية الله وحفظه، نتلاقوا في تدبيرة أخرى وفي حاجة أخرى إن شاء الله. سلام.